كنت. برافو على جمهورك، برافو عليه. لا هو الجمهور كلنا واللي بيتفرجوا علينا محظوظين ان احنا عندنا الدويتو الجميل ده. وانا عمال اقول للناس، انا بقول بجد يعني دايما موضوع الحفلات الكبيره، يعني دايما في المدن الكبيره او حتى في القاهره، بس الناس اللي عندهم القدره ان هم يجيبوا التذاكر وعندهم الاستطاعه انهم ينتقلوا لاماكن الحفلات، حلو ان احنا نجيب الحفلات لهم ومختلفه وبافكار يعني متنوعه.